فقرتنا لليوم عن التسميات الجغرافية للمحافظات السورية، ونرحب سوا بالمهندسة رانيا شمسين ماجستير بالعلوم السكانية. اخترنا اليوم معك التسميات الجغرافية ورح نبلش من حمص. تمام، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الأنوار، أهلا وسهلا. يعني هي كذا لقب، يعني أهم لقب الناس بتعرفها فيه بتقول أم الفقير، مدينة خالد بن الوليد، حجارة السود. خلينا هيك من خلال وجودك لليوم نتعرف أكثر على ألقاب مدينة حمص. مدينة حمص اللقب الشهير لها هي مدينة ابن الوليد، لأنها تضم رفات القائد خالد بن الوليد. أيضا اللقب الآخر يلي ذكرتي حضرتك هي أم الحجارة السوداء، وهذا اللقب بسبب غلبة الحجارة السوداء البازلتية على مبانيها، وورد الاسم على لسان الشاعر الحمصي المغترب نصيب عريضة الذي توفي عام 1946، ضمن قصيدة جميلة جدا فيها الحنين إلى الوطن ويتغزل بالمدينة، ومشي اللقب على مدينة حمص. هلا أيضا ممكن أقول بين العامة هي تلقب حمص العادية، يقال أنه هالاسم أصله العادية وهي تعني الأرض الطيبة الخيرة، أو العادية يلي هي يعني تحمل معاني الشجاعة، مقاومة العدو، البسالة وإلى ما هنالك. مدينة حمص تنفرد أيضا من بين المدن السورية بموقعها المتوسط مثل ما هو معروف، ومحافظة حمص ككل هي من أكبر المحافظات السورية مساحة 42200 كيلومتر مربع، وهي تشغل حوالي 23% من مساحة سوريا بهالمساحة، وحكما هالتوسع ممكن يعطي تنوع وغنى بالتسميات الجغرافية. صحيح، ولهيك خلينا نبلش نحكي عن المدن والقرى أيضا اللي بتختلف تسمياتها بين المدن اللي إلها علاقة في تسميات بالنباتات، في تسميات بالمياه، بالجبال، بكل شيء موجود ضمن الطبيعة المتميزة بمدينة تمام حمص. هلأ مثل أي مكان الماء هو عصب الحياة، لهيك ما هو شيء مستغرب ورود كثير من التسميات المرتبطة بالمياه. ممكن نذكر الأشهر يلي هي أشهر سياحيا عيون الوادي. طبعا الاسم بيدل على المعنى، هي تقع البلدة يلي لها مواصفات سياحية حلوة في وادي محاط في تلال غنية بالينابيع. أيضا عندنا تسمية السخنة، إذا هاي ننتقل نحن على الريف الشرقي للمحافظة. السخنة، مدينة السخنة هي بجوارها نبع كبريتي ساخن وإليه ينسب التسمية. بجوارها على بعد حوالي 35 كيلومتر الطيبة، بلدة هي تشتهر بطيب مياهها مقارنة بالمياه الكبريتية الموجودة بالمحافظة، وهون إجت تسميتها الطيبة. أيضا بسهل عكار بيحضرني بلدة تسمى الجعفريات، هي تقع على أرض منبسطة يتخللها الجداول والسواقي، ومن هون إجت التسمية أنه جعفر هي الأرض أو هي الجدول أو النهر خاصة في فصل الشتاء. أيضا بلدة الناعورة يلي هي سميت نسبة إلى ناعورة قديمة على أحد روافد نهر الكبير الجنوبي. هلا بالنسبة للنباتات كمان شيء طبيعي، أنا دائما بقول يمكن ما في نبات أو شجر إلا وبمقابله في قرية أو أكثر تحمل نفس الاسم. بمحافظة حمص عندنا مثلا الزعفرانة الدردارية، وهي أخذت شهرتها بسبب أشجار الدردار الموجودة بكثرة في أراضيها. أيضا السماقيات، عندنا زويتينة وهي يعني يدل اسمها أنها هي تصغير زيتونة، والمنطقة تشتهر بأشجار الزيتون. وممكن نحكي أيضا عن تسمية عين التينة يلي هي مرتبطة بالمياه وأيضا بالنباتات بسبب وفرة كروم التين فيها. خلينا نحكي هيك شوي عن التسميات المكررة بالمحافظة. بنسمع كتير بأم حارتين، هي مكررة 5 مرات. تمام، هلأ تكرار التسميات في سوريا هو أمر مألوف، وغالبا يطلق على الأماكن يلي بتحمل نفس الاسم صفة أو أي شيء تاني بدل على تكرار الاسم، وغالبا وقت بيكون القرى قريبة أو نفس المحافظة بيكون اللقب هو له علاقة بالاتجاهات، شمالي، جنوبي، إبلي، فؤاني، تحتاني. أم حارتين مكررة 5 مرات بحمص، ويوجد أيضا قريتين في باقي أرجاء سوريا بهالاسم. من الأسماء المكررة أم جامع، أيضا من الأسماء أبو حكفة، وهون عندنا أبو حكفة شمالي وجنوبي،
وهون التسمية اجت من قبائل الحكفاويين الذين سكنوها مؤخرا. وهون بحب شير انه في كثير تسميات بحمص وبسائر المناطق، في مناطق صرنا نسمع فيها خلال الاسماء سلمى، يعني كان بحمص او كان بباقي المحافظات السوريه. استغرب انه هي المنطقه وين، بيقولوا لنا مثلا بحمص انه ماني سمعان. طب الشام كمان شوي غريبه يعني، لكن أصبحنا نعرف قرى أكثر بتسمياتها. وهون بحب أذكر أنه في تسميات مثل ما ذكرت إلى مدلول بشري اجتماعي، اللي هو مرتبط بأشخاص أو جماعات أو قبائل سكنوا المكان، مثل صحيح. أبو حكفة، مثل ممكن البهلونية أيضا نحن بنشوفها، هي تقع على سفح جبل محمد البهلون وإليه تنسب. الثابتية هي أيضا تنسب إلى اسم بانيها الأول. وبحب أذكر هون أيضا على تكرار التسميات، عين التينة هي على مستوى سوريا أكثر من مرة، صحيح. حتى موجودة باللادقية، بالقنيطرة، بريف دمشق، بلبنان. شمسين بحب أذكر هاي البلدة اللي نحن بنشوفها على طريق السفر، طريق الدولي بين دمشق وحمص، قبل حمص بحوالي 10 كيلومتر. هي موجودة بحمص، وموجودة أيضا بلدة بنفس الاسم بمحافظة طرطوس. وبحيرة قطينة الشهيرة بالمحافظة بالكتب الجغرافيين القدماء هي تسمى أيضا بحيرة شمسين. واكيد نحن بلبنان حتى وادي شمسين الاسم مكرر اكثر من مكان. صحيح. كمان خلينا نحكي قديش يمكن هي التسميات او الاماكن مثل ما حكيتي اخذت مو بس من الطبيعه، اخذت من طبيعه الناس اللي مرقوا عليهم لهالضيع، وقد ايه هي كمان يمكن لها طابع انساني واجتماعي مؤثر ببعض العائلات احيانا. تماما. هلا هون كمان بحب اشير انه يعني في تسميات آرامية، وهذا الشيء آرامية وسريانية بالمحافظة، فالمناطق كثير من المحافظة هي موغلة بالقدم. شين يلي هي تتمتع بمواصفات سياحية، هي أصلها سرياني وتعني سلام. ربلة كمان أصلها سرياني، رابولي وتعني العطاء. بحب شير لها مثلا مرمريتا، هي مرمرتا ويعني قديسة القديسين. ممكن أيضا كفر لها كمثال، وكفر نحن مثل ما بنعرف هي باللغة الآرامية تعني قرية أو مزرعة، وهالاسم مكرر بكل مناطق، حتى بلبنان، حتى بفلسطين. كفر لها هي تعني قرية الإله. كمان ممكن أنا بحب أذكر مثال له علاقة بمدلولات عمرانية مرتبطة يعني بشكل التجمع البشري بالبناء والعمران، هي القريتين. القريتين اسمها بدل عليها من تألف مركزين بشريين. والحقيقة الاسم السابق القديم هي كان نزالة، وتعني باللغات القديمة مكان نزول البدو، ولكن أصبحت غلب عليها اسم القريتين لأنها أصبحت من تجمع نزالة وبلدة تانية هي حصر عينان. هلأ نحن بنعرف أنه بكل منطقة وبكل توزع جغرافي بيقول لك هاي المنطقة بتتميز، إن كان بشعبها، إن كان بأكلاتها الطيبة، بمناخها. اليوم حمص بشو بيميزها؟ حمص بيميزها هو التنوع، ولا سيما بين تنوع التسميات، ولا سيما بين خلينا نقول الريف الشرقي والريف الغربي. قد يكون الريف الغربي هي يعني نهاية سلسلة جبال اللادئية، هون بنلاقي تسميات آرامية و سريانية قد يكون أكثر من الريف الشرقي اللي صفت تسمياته مرتبطة بطبيعة البيئة، المكان، كونه يغلب عليها البادية. بادية الشام هي جزء من الريف. حمص تتميز بجمال التسميات وتنوعها نتيجة الامتداد الجغرافي لإلها. أكيد. يعني اليوم كنا سعيدين بهي المحطة، محطة قصيرة، ولكن شوي شوي يمكن كل مرة ممكن نحكي عن منطقة من مناطقنا وجغرافيا السورية ممتدة ومدنة، عنا قصص كتير تنحكى عنا. شكرا كتير لوجودك. شكرا لاستقبالكم. شكرا لوجودك وصباحك حلو على طول. أكيد تحياتنا لكل أهالينا بمدينة حمص ولكل المحافظات السورية.